بعد مؤتمر بوينس آيرس بالأرجنتين، ينعقد المؤتمر 12 للتربية المدنية في جامعة الأخوين بإفران تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من المركز المغربي للتربية المدنية ومركز التربية المدنية بكاليفورنيا، بتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. سعود خشون، دريس البغدادي، وحنان بن جلون. استدامة التربية المدنية إنجازات وتحديات هو موضوع المؤتمر 12 حول التربية المدنية. حوالي 60 دولة مشاركة تدلي بدلوها في أشغال هذا الملتقى الذي يتوخى تبادل التجارب والخبرات حول ترسيخ السلوك المدني وتدريس التربية المدنية. من بين أهداف هذا المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 65 دولة، تطرق إلى أنجع السبل لتدريس التربية المدنية وكذلك تبادل الآراء والأفكار. استلهام مواطن القوة من التجارب التربوية الناجحة في مجال السلوك المدني هدف يسعى إليه المغرب من وراء استضافة هذا المؤتمر، وذلك في أفق إنجاح المشروع التربوي الوطني. كل الدراسات وكل التجارب في العالم كتبين بأن المشروع التربوي ما يمكن ليه ينجح إلا إذا كانت عنده مقومات مرتبطة كذلك بتزكية وتقوية ثقافة المواطن. نركز على ترسيخ قيم التربية المدنية بهدف الوصول إلى تحقيق إدماج هذه الثقافة داخل المناهج الدراسية، وذلك من أجل تنمية قيم المواطنة. ووقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمركز المغربي للتربية المدنية اتفاقية للشراكة لتنمية السلوك المدني بالمؤسسة التعليمية، كما تم تكريم العديد من الفعاليات التربوية الوطنية والأجنبية الفاعلة في مجال التربية المدنية. وفي الختام رفع المشاركون برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.